لازم تجي كآبة شيء بسيط بعد الأربعين بعد شهرين شهرين تصير زينة. هيش مرور أيام هاي يعني حالة نفسية استرعتها كل شيء عادي. مساعدة أهل أهل والزوج لازم يساعدوها تطلع من هاي الكآبة. شوف نفسها هي كانت رشيقة وحلوة بعدين فجأة تصير عندها كرش والسمن والجاهل بعد مسؤولية رضاعة للصبح ما تنام بعد هاي كلها هاي تأثر على المرأة. زين شلون واحد يطلعها مساعدة الزوج رجال لازم يساعدها أحد يساعدها عمه يساعدها شوية. أنا أمتي كانت تساعدني زينة أمي الله يرحمها كانت تساعدني يعني هاي كلها ما حسينا بالكآبة إحنا. أي طبعا هي من تتزوج تجيب وتصير فترة حالة نفسية بس ورا الأربعين شوية شوية هي تجي على نفسها وجهالة يكبرون. طبعا أكيد المرأة من تتزوج حتدخل حياة جديدة وهاي الحياة الجديدة بيها سلبيات وإيجابيات فمن يعني تولد أكيد حتشوف نفسها أنه أم صارت وطفل شلون راح تربي وتكبره فأكيد هذا شيء صعب عليها فتحس نفسها نفسيا ما مرتاحة. تطلع من عندها من هاي الشغلة أنه يعني شوي شوية تطلع منها صار عندها طفل وحياة جديدة وعائلة وأنه ممكن تكبره وتربي تربية حلوة وصالحة وهكذا يعني.